بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم. النهاردة في حلقة جديدة من أستاذ في الطب هنتكلم عن أورام المستقيم. المستقيم والشرج هو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، وبيصل طوله من 16 ل 20 سنتي، والوظيفة الرئيسية بتكون تخزين يعني بقايا وفضلات الطعام إلى أن يحين وقت التفريغ بتاعها. طبعا أورام المستقيم أصبحت منتشرة جدا، ويقال إن هي رقم 3 على مستوى العالم من حيث ترتيب الأورام في الرجال والنساء. الموضوع الأول أسباب أورام المستقيم. إحنا لحد دلوقتي ما وصلناش لسبب معين للسرطان، ولكن زي ما قلت سرطان المستقيم يأتي في المرتبة الثالثة. السن الكبير ده من أكتر الأسباب، معظم الأورام بتكون فوق سن 55، ولكن بكل أمانة وضوح إحنا دلوقتي بنشوف مرضى في سن الشباب وبيصابوا بسرطان المستقيم. الوراثة بيبقى لها دور كبير في الإصابة بسرطان المستقيم، وخصوصا لو كان عندنا أحد الأقارب من الدرجة الأولى، الأخ أو الأخت أو الأم الأب الأم الأم والأب أو الجد، ده بيزيد من معدل الإصابة، وخصوصا لو كان أكثر من فرد مصاب بسرطان المستقيم. العادات الغذائية اللي مش سليمة، زي الإكثار من الدهون. احنا دايما بننصح كل المرضى ان هم يكسروا من المياه، يكسروا من الفاكهة والخضروات والسلطات، كل الأغذية اللي عم تكون فيها ألياف، لان طبعا الألياف عم تخلي حجم المراز يبقى كبير، وبالتالي يعني بتخلي الإنسان يدخل الحمام كتير، فما ما بيعطيش فرصة لتراكم المواد المسرطنة مع جدار المستقيم. يعني طبعا فيه عوامل وراثية، فيه أسر بالكامل بتصاب بسرطان المستقيم، والأسر دي مهم جدا إنها تعمل الفحص الذاتي. الموضوع الثاني أعراض سرطان المستقيم. إيه هي الأعراض اللي ممكن تكون عندنا ونقول إن المريض ده مصاب بسرطان المستقيم؟ أهمها وجود دم في البراز. وجود دم في البراز من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها باهتمام شديد، لأن دي غالباً عم تكون أو يعني العلامة الأكثر حدوثاً مع مرض السرطان. أنا موافق إن وجود دم في البراز مش بس يكون موجود في السرطان، ممكن البواسير، الشرخ، النسور، السقوط الشرجي، الالتهاب، التهابات التقرحية. وبرضو أنا عاوز أضيف لأسباب أورام المستقيم، لو كان عندهم الأورام الالتهابات المناعية والتقرحية اللي بتبقى موجودة في القولون والمستقيم. النقطة الثانية تغير في عادات دخول الحمام. كل واحد مننا بيبقى عارف إن كان عنده إسهال ولا عنده إمساك ولا طبيعته يدخل الحمام مرة أو مرتين في اليوم أو مرة يعني كل كذا يوم وهكذا. لو حصل تغيير في العادة بتاع جسمك وتعود دخولك يعني الحمام، يبقى هنا لازم تقلق وتحط احتمالية إن لا قدر الله ممكن يكون فيه ورم. وأنا دايماً ضد الإمساك، ودايما بأنصح كل مرضايا اللي بيعانوا مشاكل في الشرج والمستقيم، سواء أورام سواء بواسير سواء شرخ، إن هو لازم يتفادى الإمساك، ولازم يدخل الحمام 3 مرات حتى لو ما فيش رغبة في التبرز. يبقى دم في البول، تغير في عادات التبرز. لو الورم ده تقدم أكتر ممكن يجي بانسداد معوي، لو لا قدر الله انتشر وراح الكبد أو الكلى أو العظم أو المخ، هيدي أعراض على حسب المكان اللي يروح له. كل الحاجات دي بتكون مهمة جدا. النقطة الثانية برضو انعدام الشهية أو الشهية تقل. النقطة اللي بعد كده ممكن المريض يبقى فيه هزلان وضعف عام ونقص في الوزن، وطبعا أنيميا علشان الدم اللي قلنا اللي بينزل كتير من البراز. لو لا قدر الله الورم كان متقدم موضعيا ممكن يأثر على عملية التبول. الموضوع الثالث ازاي نشخص
سرطان المستقيم. احنا اتكلمنا عن سرطان المستقيم ومعدل حدوثه واسبابه. طيب ازاي نشخصه؟ مهم جدا ان احنا زي ما قلنا نفحص الدم الخفي في البراز علشان نشوف هل البراز بيكون فيه دم واحنا مش شايفينه او لا. النقطة التانية طبعا الاشعة التلفزيونية من خلال المستقيم اللي هي الاندوريكتال سونار، دي بتقدر تقول لنا يعني الجدار بتاع المستقيم اخباره ايه، ولو فيه ورم هل الورم ده امتداده قد ايه، هل هو لسه محدود داخل جدار المستقيم في البطانة ولا بدأ ينتقل للعضلات او طلع بره العضلات او فيه غدد لمفاوية او لا. الاشعة المقطعية بيبقى ليها دور مهم جدا في تحديد مرحلة الورم، واذا كان الورم مدي ثانويات في الكبد او الغدد الليمفاوية او الغشاء البروتوني. اشعة الرنين المغناطيسي انا بفضلها جدا في تشخيص اورام المستقيم. بالنسبة لي لان انا بهتم جدا باورام المستقيم وخصوصا الجزء السفلي من المستقيم، اشعة الرنين المغناطيسي بتديني فكرة عن الورم ومكان الورم وامتداد الورم وتوغل الورم داخل العضلات، وبتديني حاجة مهمة جدا لان احنا دلوقتي الجدار بتاع الحوض هل الورم طلع من المستقيم ووصل لما يسمى الحد الخارجي او السيركمفرنشال مارجن، لان دي بتكون مهمة جدا. كمان اهم حاجة في الرنين المغناطيسي بتوضح لي علاقة الورم بعضلات التحكم. لو كان احنا كان في مفهوم زمان ان الورم على بعد كام سنتي من الشرج، لكن المفهوم الحديث اللي انا بتبناه ايه علاقة الورم بعضلات التحكم؟ احنا عارفين ان احنا عندنا عضلات تحكم في الشرج تشمل العضلات الخارجية والعضلات الداخلية. لو الورم بعيد عن عضلات التحكم الطريقة بتاعة العلاج بتختلف عن لو الورم متوغل داخل عضلات التحكم. كمان الرنين المغناطيسي بتفيدني وتقول لي لو كان المريض ده اخد علاج اشعاعي قبل الجراحة تقول لي مدى استجابة المريض للعلاج الاشعاعي. عشان كده برضو اختيار الدكتور المتخصص في اشعة الرنين المغناطيسي علشان يراجع الافلام ويكتب التقرير ده بيكون مهم جدا. تأتي اهم طريقة لتشخيص سرطان المستقيم وهي المنظار، منظار القولون والمستقيم. مؤكد ان انا باخد تاريخ مرضي من المريض، بشوف سنه، بشوف الاعراض، بشوف الوراثة، وبقول للمريض اتفضل انا افحصك بعد ما بلبس طبعا الجوانتي وبحط الكي واي وافحص الجدار بتاع المستقيم واشوف هل فيه ورم في الشرج، هل فيه ورم في المستقيم والورم ده ثابت ولا متحرك، واختبر بصفة مبدئية عضلات التحكم. اهم طريقة لتشخيص سرطان المستقيم وهي منظار المستقيم والقولون. وانا عايز اطمن جميع السادة المشاهدين ان المنظار ده حاجة بسيطة جدا اللي بيتم تحت المهدئ. المريض طبعا لازم يكون متحضر كويس عشان ما يكونش فيه اي بقايا او اي براز موجود في القولون. بيدخل الدكتور بتاع المنظار بالمنظار وهو بيكون زي القلم، يعني انبوبة بسيطة كده زي القلم، بيكون في المقدمة بتاعتها عدسة. العدسة دي بتكون متوصلة بمونيتور زي الجهاز بتاع التلفزيون اللي حضراتكم شايفين. بنشوف الجدار بتاع المستقيم، بنشوف هل فيه ورم ولا لا، ومكانه وحجمه وعلى بعد كام سنتي من الشرج، وبناخد منه عينة عشان نحللها باثولوجي. معانا اتصال، ام احمد من كفر الشيخ، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام وبركاته. لو سمحت يا دكتور انا اسالك سؤال بس خارج سياق الحلقة. تمام. بالنسبه لجراحة الدوال اعملها قبل الحمل ولا هي بترجع بعد الحمل؟ دوالي القدمين؟ الساقين الاثنين. تمام. هل هي الدوالي باينه عندك كبيره يعني؟ باينه كبيره جدا. يعني احنا طبعا مهم جدا ان احنا نعمل اشعه بالدوبلكس علشان نشوف. ما انا عملتها. هل الدوالي دي سطحيه ولا عميقه؟ عميقه. عميقه. يعني انت في نيه للحمل قريب يعني؟ طب هي في حمل بس بيبقى بتلحقني مجهري. تمام. لا يعني انا افضل ان انت تاخدي العلاج التحفظي اللي هو الادويه والشراب، وممكن طبعا الدكتور هيقول لحضرتك على التمرينات ان انت بترفعي القدمين اثناء النوم،
وانصح ان انت تاجلي الجراحه لما بعد الحمل. هنرجع نكمل يعني التشخيص بتاع سرطان المستقيم. اتكلمنا عن الفحص الكلينيكي، اتكلمنا عن فحص الشرج، الدم المخفي في البول، دور الأشعة التلفزيونية من خلال المستقيم، دور الأشعة المقطعية، دور أشعة الرنين المغناطيسي، واتكلمنا في الآخر عن المنظار، وقلنا منظار القولون هو أهم حاجة أنا بشخص بيها الورم بتاع القولون، ويقول لي يعني اللون بتاع جدار المستقيم والشرج والورم على بعد كام سنتي، وباقي المستقيم والقولون النازل والقولون المستعرض والقولون الصاعد، وهل فيه أورام تاني ولا لا، وياخد عينة من القولون، وهل فيه انسداد ولا قدر ان هو يمر من خلال تجويف القولون بسهولة، وطبعا بياخد العينة وبيحللها باثولوجي. مهم كمان ان احنا بنعمل دلالات الأورام، وتأتي على رأس دلالات الأورام اللي هي الكارسينو امبريونيك انتيجين. دي الطرق اللي احنا بنشخص بيها سرطان المستقيم. طيب نأتي للعلاج بتاع سرطان المستقيم. يبقى الموضوع دلوقتي ازاي نعالج سرطان المستقيم. عشان اتكلم معانا طيب الأستاذ رأفت من سوهاج، اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور انا عاوز يعني مجويات الحالتي، ينفع ولا ايه بالظبط؟ حالتك ايه؟ مش يعني اي حاله عندك ايه او شكوتك ايه؟ ضعف الجسم بتاعي وكده يعني. نعم؟ ضعف الجسم. الضعف ايه؟ ضعف في الجسد بتاعي يعني. تمام. طبعا يعني ال ده تخصص يعني دكاتره الذكوره، ولكن طبعا يعني أهم حاجة لو كان في سكر لازم تظبط السكر، ومهم جدا يعني الاهتمام بالتغذية، ويعني البعد عن المشاكل النفسية قدر الإمكان، ولو ما فيش تحسن بتلجأ حضرتك لدكاترة الذكورة وهم بيعملوا الفحوصات وبيشخصوا الحالة، وإن شاء الله تكون كويس بإذن الله. هنتكلم دلوقتي عن علاج سرطان المستقيم. علشان اتكلم عن علاج سرطان المستقيم، احنا بنقسم المستقيم للمستقيم العلوي والاوسط والسفلي، 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي. المستقيم العلوي اللي هو بيكون جنب القولون على طول، بنعمل الجراحة استئصال جذري للمستقيم والأنسجة اللي حوالين المستقيم والتوصيل المباشر. الجزء السفلي والاوسط من المستقيم هو ده اللي انا بهتم بيه جدا، وهو ده اللي أنا يعني حدث فيه تغيير كبير جدا، وده اللي أنا معظم عملياته بعملها. معانا الأستاذ إبراهيم، أهلا عليكم. بيك. السلام عليكم. سلام وبركاته. عندي أخويا وقت التلفزيون، وسمعنا من التلفون يا أستاذ إبراهيم. طيب بالنسبة للورم اللي يكون في المستقيم الأوسط أو السفلي، زمان كانت بتواجهنا مشكلة كبيرة إن الورم بيرتجع بنسبة 40%. النقطة الثانية، كنا بنعمل فتحة براز جانبية مستديمة، وأنا بقرأ إن فتحة البراز الجانبية المستديمة دي عجز كامل للمريض. فإحنا دلوقتي تطورنا عن طريق إن إحنا بنبدأ العلاج الإشعاعي للمريض، بندي علاج إشعاعي قبل الجراحة لو كانت مرحلة الورم طبعا متقدمة، لأن احنا للأسف الشديد معظم المرضى في يعني بلادنا بيجوا في مرحلة متقدمة، فبنبدأ بالعلاج الإشعاعي قبل الجراحة. والعلاج الإشعاعي بيكون عبارة عن يا إما الشورت كورس يا إما اللونج كورس. الشورت كورس ده بيكون لمدة 5 أيام، بناخد جرعة عالية من العلاج الإشعاعي 25 جرين في اليوم، وممكن إجراء الجراحة الأسبوع اللي بعده على طول. الأستاذ جمال معانا، أهلا وسهلا. طيب الأهم اللي هو اللونج كورس. اللونج كورس للعلاج الإشعاعي ده بيستمر لمدة 25 جلسة، يعني لمدة شهر ونص، والمريض بيريح شهر ونص. احنا وجدنا ان العلاج الإشعاعي قبل
العملية. والعلاج الإشعاعي بندي معاه أقراص اسمها أقراص زلودة. زلودة دي بتخلي العلاج الإشعاعي يكون أكثر فاعلية. النقطة الثانية بنعمل استئصال جذري للأنسجة اللي بتكون حوالين المستقيم اللي هو ما يسمى توتال ميزوريكتال إكسيجن. وأنا عندي بحث نشره باسم دولي عن التوتال ميزوريكتال إكسيجن. النقطتين دول اللي هم العلاج الإشعاعي قبل العملية واستئصال الجذري للأنسجة اللي حوالين المستقيم قللوا نسبة الارتجاع من 40% ل 3-4%، ودي تعتبر يعني نسبة أو طريقة ناجحة جدا. احنا بيهمنا ثلاث حاجات: الشفاء الكامل من الورم، ضمان عدم ارتجاع الورم، ثم النقطة الثالثة اللي هي جودة الحياة. المستقيم أنا قلت إن أنا ضد الفتحات الجانبية، فأنا بدي المريض علاج إشعاعي وبيكون معاه زلودة وبيريح شهر ونص، وبطلب أشعة رنين مغناطيسي يعني من خلال مركز بيكون مجهز ودكاترة تكون يعني متخصصة قوي في قراءة أشعة الرنين المغناطيسي. مهم جدا إنه هو يقول لي علاقة الورم بعضلات التحكم. زي ما قلت عضلات التحكم اللي بتكون موجودة في الشرج، في العضلة الخارجية ودي ثلاث أجزاء، وفي العضلة الداخلية. لو كان الورم بعيد عن عضلات التحكم أنا أستطيع إن أنا أعمل استئصال جذري للمستقيم والأنسجة المجاورة وأعمل توصيل مباشر والحفاظ على المسار بدون فجحات جانبية لا مؤقتة ولا مستديمة. العملية دي اسمها انترسفنكتريك ريسكشن اوف الترالو ليكتال كانسر، وطبعا انا ناشر بحث دولي بمئات الحالات اللي اجريناها. يبقى احنا لا بنعمل فتحة جانبية لا مؤقتة ولا مستديمة، وبنعمل توصيل مباشر للقولون بالشرج بعد استئصال المستقيم كاملة. أستاذ جمال أهلا بيك. أيوه أهلا بيك. أيوه يا حبيبي اتفضل. أيوه. يا فندم. نعم أيوه يا دكتور. أيوه يا فندم سامعك. أنا عندي المية سريعة وكل شوية بخش الحمام البول يعني. أه طيب تمام. عندك سكر؟ أه عندي سكر. أه في دم في البول؟ بس كده تقريبا في دم في البول؟ لا لا لا. طيب تمام. يعني انا طالما ان مفيش دم انا بطمن الاستاذ جمال. مهم جدا برضو ان يعمل تحليل بول ودكتور مسالك او دكتور جراحه اورام يفحصه، وان شاء الله يقضي العلاج. ممكن يكون التهاب، ممكن يكون تضخم في البروستاتا، ما نقدرش نقول للامانه الا لما نفحص المريض ونعمل الاشعه اللازمه. يبقى الموضوع اللي بعد كده اللي هو في علاج الورم اللي في المستقيم السفلي، انا اتكلمت ان انا ببدأ العلاج الاشعاعي لمدة شهر ونص وبريح المريض شهر ونص، وبعد كده بعمل اشعة رنين مغناطيسي اتأكد ان الورم بعيد عن عضلات التحكم الداخلية والخارجية. انا بعمل استئصال جذري للمستقيم والانسجة المجاورة، وبعمل توصيل مباشر للقولون بالشرج بدون فتحات جانبية لا مؤقتة ولا مستديمة ايا كان مسافة الورم من الشرج. طالما الورم بعيد عن عضلات التحكم يبقى انا هحافظ على المسار ومش هعمل اي فتحات جانبية، لا فتحات مؤقتة ولا فتحات مستديمة. وانا دايما بقول ان انا ضد الفتحات، والفتحات دي بعتبرها ان هي نوع من العجز، الحياة بتكون صعبة جدا معاه. النقطة التانية مباشرة خلف المستقيم الاعصاب اللي بتكون مسؤولة عن القدرة الجنسية والتحكم. مهم جدا ان انا استأصل الانسجة اللي حوالين المستقيم واستعمل الطرق الحديثة في الجراحة، يعني الهارمونيك اللي جشور البايبولار سيزور. المهم جدا ان انا الالتراسونيك ديسيكتورز. مهم جدا ان انا احافظ على الاعصاب، مش بس احافظ عليها كمان بدون ما ان انا المس او احرقها، علشان القدرة الجنسية للمريض تفضل محتفظ بيها. ممكن تكون طبعا ضعيفة بعض الشيء في الفترة الأولى بعد العلاج، لأن احنا بنتكلم عن علاج إشعاعي قبل العملية، بنتكلم عن مرض سرطان، بنتكلم عن جراحة. التلات عوامل دول بيؤدي لضعف، لكن طالما ان انا محافظ على العصب الضعف ده بيكون مؤقت وبيختفي بالكامل.
طبعا الموضوع اللي بعد كده اللي هو امتى ان انا الجأ للفتحة الخارجية في سرطان المستقيم. زي ما قلت انا ضد الفتحة الخارجية النهائي لا المستقيمة ولا المؤقتة، وفي 99% من مرضايا انا ما بعملهاش. انا بعتمد على العلاج الاشعاعي قبل الجراحة، وبعمل اشعة رنين مغناطيسي بعد شهر ونص من اخر جلسة اشعاع، وبيكون واخد معاها اقراص زيلودا دي كيماوي بتخلي الاشعاع يشتغل بسرعة، وطالما الورم بعيد عن العضلات انا بعمل التوصيل المباشر بدون فتحات جانبية. لكن لو اشعة الرنين المغناطيسي قالت لي ان الورم متوغل داخل العضلات، بس طبعا العضلات الخارجية، لان لو حتى الورم متوغل داخل العضلات الداخلية احنا بنقدر نشيل العضلات الداخلية. وطبعا هنا العملية اللي احنا بنعملها اللي هي الانترسفنكتريك بيكون منها ثلاث انواع على حسب انا بستأصل، هل كل العضلات الداخلية، هل جزء، هل معظم العضلات الداخلية. لو كل او معظم او جزء، دول الثلاث انواع اللي انا بقسم بيهم الانترسفنكتريك ريسكشن. لو الورم متوغل في العضلات الخارجية، في بعض الزملاء خارجيا في الاتحاد الاوروبي يقولك انا ممكن كمان استأصل جزء من العضلات الخارجية، لكن انا شخصيا لو الورم متوغل داخل العضلات الخارجية اللي هي الاكسترنال اسفينكتر ما بيكونش عندي طريقة الا ان انا اعمل يعني فتحة جانبية. النقطة الثانية برضو، لو المريض اساسا قبل العملية عنده ضعف في التحكم وما بيتحكمش في البراز. النقطة الثالثة طبعا، ودي قليلة جدا، ان بعض المرضى القولون بتاعهم بيكون صعب ان هو يوصل للشرج. لكن تقريبا انا في 99.9% من العمليات اللي بجريها في السرطان المستقيم اللي في الجزء السفلي او الجزء الاوسط، انا بعمل التوصيل المباشر، بحافظ على المسار العملية ما يكونش فيه فتحات جانبية لا مؤقتة ولا مستديمة. الموضوع اللي بعد كده اللي هتكلم عنه دور المنظار الجراحي في سرطان المستقيم. طبعا المنظار الجراحي دلوقتي بدأ يدخل في عمليات كتيرة جدا، والمنظار الجراحي بيكون ليه مميزات، الحفاظ على شكل الجسم بدون فتحات قدر الإمكان، المريض بيخرج بسرعة، المريض بيرجع شغله بسرعة. دلوقتي يعني بدأنا بشدة ان احنا نستخدم المنظار الجراحي في جراحات المستقيم والقولون، ولكن تبقى برضو الجراحة التقليدية. حتى الجراحة التقليدية دلوقتي بدأنا نراعي بشدة الناحية الجمالية والفتحة بتكون صغيرة. السؤال اللي بعد كده المتابعة بتاعة المرضى دول. لو هتكلم عن المرضى يعني ازاي اتابع مريض سرطان المستقيم بعد انا ما عملت ليه العملية، انا بنتظر التقرير بتاع دكتور الباثولوجي عشان يقول لي نوع الورم، وهل لسه فيه ورم باقي بعد العلاج الاشعاعي، لان في حوالي يعني 15% الكتب بتقول جزء من المرضى بعد ما بياخد العلاج الإشعاعي ممكن الورم يختفي بالكامل. لكن أنا بتبنى إن لو الورم اختفى بالكامل، بعض الناس بتقول ممكن نعمل أشعة رنين مغناطيسي، ممكن نعمل منظار، ناخد عينة ونتأكد إن الورم اختفى بالكامل، فبالتالي ما نعملش الجراحة. أنا دايما بقول لمرضايا إحنا رايحين ناخد العلاج الإشعاعي عشان نمنع ارتجاع الورم، احنا رايحين ناخد العلاج الاشعاعي عشان الورم يبعد شوية عن عضلات التحكم لو كان قريب منها. لكن من وجهة نظري ان انا استنى على المريض، بعض المدارس الطبية بتنتظر وبتخلي المريض تحت المتابعة، تحت ما يسمى ويت اند سي بوليسي، ويتابعوا طبعا بدلالات الاورام وبالرنين المغناطيسي وبالمنظار. لكن انا شخصيا ما بفضلش، انا بفضل ان احنا ناخد العلاج الاشعاعي ثم الجراحة، لان لو لا قدر الله الورم ارتجع او المريض اهمل، الوقت ده الارتجاع بيكون شديد جدا، والوقت ده بيكون ان انا حافظ على المسار فيه صعوبة. طيب
المرضى اللي بنتابع معاهم دول مهم جدا زي ما قلت، انا بطلع على تقرير الباثولوجي بحدد منه نوع الورم، درجة الورم، مرحلة الورم، هل امتداد الورم كان قد ايه من خلال جدار المستقيم، وهل الورم كان واصل للغدد الليمفاوية، كم غدة ليمفاوية انا شلتها وكم واحدة منها وصل الورم، وطبعا المسافة او حد الامان من فوق ومن تحت قد ايه، وخصوصا طبعا احنا الـ يعني السرطان السفلي بتاع المستقيم زمان كنا بنقول 5 سنتي حد امان، يعني قلينا لاتنين سنتي، وقلينا كمان دلوقتي الواحد سنتي، وناس بتقول نص سنتي، طالما نوع الورم بيكون، ان طبعا حتى السرطان فيه منه انواع، سرطان المستقيم مش كل السرطان، لا فيه الادينوكارسينوما دي بتكون كويسة، لكن في نوع ميكويد كارسينوما وسيجنت رينج دول بيكونوا من النوع الشرس والاكثر شراسة. بقدر اعمل التوصيل المباشر حتى لو حد امان نص سنتي، لكن الاهم صراحة مش حد الامان اللي من فوق واللي من تحت، الاهم اللي ما يسمى السيركمفرنشال مارجن اللي هو العرضي، ان انا لازم استأصل ملي على الاقل بعيد عن الورم من حدوده، وهو ده الاستئصال الجذري، وهو ده التوتال ميزوريكتال اكسجين. مهم جدا ان انت لما تستأصل الانسجة اللي حوالين المستقيم سواء بالجراحة سواء بالمنظار تطلع الجزء ده محافظ على شكله بدون ما تعمل فيه يعني اي انترابشن، لا لازم تحافظ عليه مقفول كده بالكامل، لان ده بيزيد من نسبة الشفاء. الموضوع اللي بعد كده اللي هتكلم عنه المريض بتعامل معاه ازاي. انا اتكلمت عن ان احنا ما بنعملش للمريض اللي الورم بيكون قريب قوي من الشرج، حتى لو الورم متوغل داخل العضلات الداخلية وقمت باستئصال العضلات الداخلية، طبيعي المريض في الفترة الاولى او السنة الاولى بعد الجراحة بيكون عنده بعض المشاكل في التحكم، من حيث معدل دخول الحمام، يدخل الحمام كتير، من حيث ان هو اوقات ما بيش قادر يتحكم ممكن في الغازات او في السوائل او في البراز، برضو ما يقدرش يمسك نفسه، يحس انه مش قادر يستنى ربع ساعة مثلا. بعض المرضى ممكن يشتكي من ان يبقى فيه غازات او جزء مثلا من البراز في الملابس الداخلية، كل الامور دي احنا بنسميها يعني بعض المرضى بيشتكي ان تبقى المنطقة فيها يعني زي سجد او دايما مبلولة، بعض المرضى يشتكي ان ممكن ده يأثر عن حياته، كل الحاجات دي اولا اللي بنسميها التغيرات الوظيفية بعد جراحة سرطان المستقيم اللي هي الفانكشنال اوتكم. انا شخصيا بحب اطمن كل المرضى وبقول لهم ان كل التغيرات دي بتكون مؤقتة، ان التغيرات دي بتتحسن بمرور الوقت، بعد 3 شهور بتكون افضل، 6 شهور بتكون افضل، بعد 9 شهور، بعد سنة، تقريبا بعد سنة الامور بتكون مرضية جدا، واحنا طبعا ما بنسيبش المريض في السنة كده بالكامل، بنكتب له بعض الادوية اللي هي بتقلل افرازات الجهاز الهضمي، او احيانا برضو كتيرة بنبعته لدكتور التأهيل والعلاج الطبيعي علشان يعمل تمرينات تقوية للعضلة. ايا كانت التغيرات دي اللي انا قلت تقريبا كل المرضى بتوعي يعني بعد 3-6 اقصى حد سنة بيكونوا مبسوطين جدا وبيكون الرضاء بتاعهم عن الجراحة افضل. انا وجهة نظري ده افضل بكتير من الفتحة الجانبية. الفتحة الجانبية بتغير ما يسمى شكل الجسم، ربنا عز وجل خلق البطن يكون مفهوش فتحات، وربنا خلق ان احنا نعمل الحمام من الشرج، فانا لما بغير ده وبغير وحط فتحات في البطن كل الكلام ده انا شايفه يعني عجز ويجب ان احنا نبعد عنه. مهم جدا طمأنة المريض، طمأنة المريض ونقول له ان الحاجات الوظيفية دي، التحكم، الغازات، دخول الحمام كتير، ان انت بتحتاج تلبس حفاضة،
كل الكلام ده هيختفي. بس مهم جدا ان انت كمان تساعدنا وتكون عندك الامل والإرادة، مهم جدا، وتحاول ان انت تقوي العضلة زي ما دكتور التأهيل هيقولك، وتتأكد ان افضل شيء الزمن بمرور الوقت، 3 شهور 6 شهور سنة، الدنيا بمرور الوقت بتتحسن عندك وبتكون كويسة جدا. الموضوع اللي بعد كده اللي هتكلم عنه اللي هو علاج سرطان المستقيم والقدرة الجنسية. انا اتكلمت عن ان طبعا المستقيم بيبقى امامه المثانة وفيها البروستاتا، وفي جنب بتكون العضلات بتاعة القدرة الجنسية. طبعا العلاج الاشعاعي والجراحة، بس مهم جدا في الجراحة ان احنا لما نستأصل الانسجة بالكامل نحافظ على العصب اللي مسؤول عن التحكم في القدرة الجنسية، وبالتالي حتى لو كان فيه ضعف غالبا الضعف ده بيتحسن 3 شهور 6 شهور على اقصى يعني وقت سنة، وبيرجع الانسان لقدرته الجنسية كاملة. في النهاية انا بقول ما تقلقوش من سرطان المستقيم، نسبة الشفاء عالية جدا، زادت عن 90%. بنصح الجميع يشرب مية كتير، يكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات، نقلل من الحوادق والدهون. عايز اطمن المرضى المستقيم سرطان المستقيم على بعد 3 و4 و5 سنتي، دلوقتي مفيش فتحات جانبية لا مؤقتة ولا مستديمة. انا دلوقتي بقدر نشيل الورم والأنسجة كاملة اللي حواليه ونعمل توصيل مباشر للقولون بالشرج بدون فتحات جانبية لا مستديمة ولا مؤقتة، وبنحافظ كمان على أعصاب القدرة الجنسية. والجراحة دي ممكن تتم بالمنظار الجراحي أو الجراحة التقليدية. لو حسيت بدم في البراز أو تغير في معدل دخول الحمام ياريت تعمل الاكتشاف المبكر. بشكر قناة الصحة والجمال، بشكر كل القائمين على برنامج أستاذ في الطب، والسلام عليكم ورحمة الله.